السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحة والحياة. برنامجنا اليوم نحكي عن موضوع الكل بيسأل عنه بليش، وغالبا الستات بيسألوا ليش في بصير عندنا التهاب مسالك بولية. أول إشي نحكي إنه المجاري البولية بتبلش من الإحليل المثاني الحالي بين الكليتين. بتصير الالتهابات أول ما بتدخل البكتيريا من مجرى البول عبر الإحليل، تسكن في المثانة تتكاثر فيها. لإذا تركت وأهملت، يعني الشخص ما فحص ما انتبه، ممكن تتطور وتوصل من عبر الحالة بين الكليتين، وهون بتشكل الخطر، ببلش الخطر. الستات أكثر عرضة لالتهاب المسالك البولية، بنحكي لهم طبعا هذا بيرجع للبنية التشريحية للمرأة. الإحليل عند المرأة أقصر منه عند الرجل، فممكن يؤدي إلى نقل العدوى أو نقل التلوث البكتيريا أسهل وأقرب لأنه. كمان إن الستات بيستعملوا موانع الحمل، ممكن تكون وسائل منع الحمل أيضا مسبب لحدوث التهاب المسالك البولية. بشكل عام سواء رجل أو مرأة، وجود الحصى بيعمل على انسداد مجاري البولية وبيؤدي إلى حدوث التهاب في المسالك البولية. على العموم استخدام الأنبوب بجمع البول خاصة عند المقعدين في الأسرة اللي ما بيقدروا يروحوا على الحمام، وجود أنبوب جمع البول بيكون سبب لحدوث التهاب المسالك البولية. دائما بنحكي الوقاية خير من قنطار علاج. كيف أحمي نفسي من التهاب المسالك البولية؟ شرب الماء بكميات كبيرة، كل ما شربت ماء بكمية كبيرة كل ما تكرر التبول، وبساعد على إخراج البكتيريا أو الجرثومة مع البول. إذا اشرب مي بزيادة تخرج بول بزيادة بتخرج البكتيريا أول بأول. وهون نحكي إنه اللي بحصروا حالهم ما بروحوا، بمنعوا يعني ما بروحوا على الحمام وقت ما يحتاجوا، هذا بيكون سبب كبير لحدوث الالتهاب المسالك البولية. أيضا المشروبات اللي فيها الكافيين بتساعد على يعني الشخص اللي بيشرب مشروبات فيها كافيين كميات كبيرة، بيساعد على تهيج المثانة وبالتالي كان مسبب لالتهاب مسالك بولية. كمان الاستعمال المساحيق المعطرة، الكريمات، بخاخ مزيل العرق، بيعمل على تهيج الإحليل وبكون أيضا مسبب لحدوث التهاب مسالك البولية. الأعراض، كيف ممكن الشخص يكتشف انه عنده التهاب مسالك بولية؟ بنحكي انه غالبا الشخص ما بشعر باعراض التهاب مسالك البولية، وان وجدت ممكن انه يشعر بحاجة ملحة للتكرر الحمام باكثر من مرة باوقات متقاربة، يعني كتير بروح الحمام تكرر التبول. اثنين انه شعور بالحركة عند التبول. ثلاثة إذا لاحظ إنه لون البول غامق قاتم، يعني أصفر غامق، لأنه اللون الطبيعي الأصفر الفاتح مثل لون القش، هذا اللون الطبيعي. طبعا إذا تركيز البول، كل شرب السوائل، كلها هاي مسبب إنه بصير لون البول غامق، وهي إشارة احتمالية وجود التهاب مسالك بولية. إذا لاحظ الشخص لون البول أحمر وردي أو كلون الشاي أو كلون الكولا، فهذا مؤشر حتما لوجود التهاب في المسالك البولية. يعني بيكون البول لونه أحمر وردي أو لون الشاي بتعرفه أو لون الكولا، هذا مؤشر حتمي لوجود التهاب مسالك بولية. بنقدر نحكي إنه لا ما يقلق الشخص من تلونات البول القريبة من الزهري أو البرتقالي الفاتح. هاي الألوان ممكن تتصاحب مع بعض المأكولات والمشروبات، يعني
لفت، ملفوف أحمر، سماك، حلويات الأطفال المصبوغة، يعني الأكل فيه صبغة، الأكل أو الشراب طبعا، يعني بيكون اللون زهري فاتح، هذا لون طبيعي مش مقلق، أو البرتقالي زي هيك. طبعا هاي الألوان تصير تتفاوت يوم عن يوم، بتخف حسب تشرب المي، تشرب مي بخف لونها تدريجي حتى ما يختفي ويرجع طبيعي. هذا الوضع بيكون طبيعي غير مقلق. كمان ممكن يشعر الشخص به أو يلاحظ رائحة كريهة للبول، هاي من الأعراض. وممكن ألام في الخاصرتين، ألام أسفل البطن، ألام أسفل الظهر، كل هالألام تتبع لوين وصل الالتهاب معنا. بالتشخيص بيجي على المختبر بنعمل عينة بول عشوائية أو عينة بول صباحية، هي تفضل أنها بتكون غير مخففة من شرب الماء، بتكون هي أصدق، أكثر مصداقية. بنكشف في المختبر فحص عينة البول عن وجود الخلايا البيضاء أو الخلايا الحمراء، وجودها بيعني التهاب، أو ممكن ويفضل اللي هي عمل زراعة البول. في زراعة البول بيتم زراعة البول على أوساط زراعية خاصة، تنحط في الحاضنة 24 ساعة. بعد 24 ساعة بتنمو البكتيريا أو الجرثومة المسببة للالتهاب على هذا الوسط الزراعي. بنعمل كمان تحاليل عليها وبنحط مجموعة من الأدوية الأكثر استخداماً، بنشوف شو نوع البكتيريا وشو الأدوية أو المضاد الحيوي المناسب للقضاء عليها وقتلها. طبعاً في العلاج عادة تستخدم المضادات الحيوية، وأحياناً ممكن الطبيب يوصف الحقن الوردية حسب حدة الالتهاب. في شغلة كتير مهمة هون لازم نحكيها، إنه لازم إكمال العلاج للآخر. إذا المريض شعر بالتحسن ممكن نوقف العلاج، فهذا خطأ. اللي بيصير إنه البكتيريا لسه ما راحت تماماً، ما خلص المريض العلاج 100%، ما كمله للآخر، اتعرفت عليه صار عندها مقاومة له، فممكن ترجع البكتيريا أقوى من الأول ومقاومة لهذا العلاج أو لهذا المضاد الحيوي. وهاي مشكلة كثير صارت منتشرة وشائعة والكل بيشكي منها. إذا لازم ننهي العلاج المضاد الحيوي للآخر، ونركز على شرب الماء للوقاية خير من قنطار علاج. شرب الماء، ناخذ بسبل الوقاية، ننتبه، والله يسلم الجميع ودمتم بصحة وعافية.